شايفين يا جماعة جمالها عاملة ازاي؟ بتطلع من الصينية لما تبرد الخرطة بخرطتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. مصروية النهاردة جاية تعمل لكم الحلو، مش بعمل حادق بس، بعمل كمان الحلو. والحلو بتاعنا النهاردة مصري أصيل. هنعمل النهاردة الحجازية، واتطلبت مني كتير، وهنقول ايه الفرق بين الحجازية وبين المعمولة اللي كنا عملناها قبل كده. ان شاء الله تابعوا معانا بقية الحلقة عشان تشوف الحجازية بتتعمل ازاي. اول حاجة، في بولة هنحط كوباية ونص دقيق جميع الاستخدامات، وعليه كوباية ونص سميد اللي هو سميد البسبوسة او سميد الفرخة. هنحط عليه رشة ملح، حوالي ربع معلقة صغيرة ملح. هنقلبهم كلهم في بعض. عشان ننشط الخميرة اللي هنشتغل بيها محتاجين نص كوباية لبن حليب، عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعليه حوالي 3 معالق كبار سكر او نص كوباية. هقلبهم كويس جدا جدا ونسيبهم على جنب كده لحد ما الخميرة تنشط وتتفاعل. طبعا انا عارفة ان الخميرة دي كويسة، بس انا بقول لكم قبل ما تحطوها على الدقيق والسميد لازم في البيت تختمروها. لو كانت الخميرة شغالة يبقى تمام، مش شغالة ما تبقيش بوظتي كل المكونات التانية. معانا ربع كوباية زيت، حوالي 50 جرام، ومعايا نص كوباية سمنة، يبقى المجموع المادة الدهنية كله على بعضه 3 ارباع كوباية سمنة. هقلب بقى الخليط كده كله على بعضه. لازم اغلف الدقيق والسميد بالمادة الدهنية. هنا بقى معايا الخميرة، معايا النص كوباية لبن مع معلقة كبيرة خميرة مع حوالي 3-4 معالق كبار سكر، يعني 3 معالق تمام 4 معالق تمام، هي نص كوباية سكر على حسب بقى المعلقة اللي انت بتعايري بيها. بالشكل ده كده. هنا الخميرة طبعا عملت فقاقيع شغالة وتمام وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، هبدأ بقى احطها هنا كده كلها. المقدار يتحط كله لان هو محسوب بالجرام، والكوباية اللي احنا معايرين بيها اللي هي الكوباية المعيارية كده. في الاول هتيجي تقلبي تحس ان المادة السائلة كتير وان هي ناعمة خالص وطرية ومش هتتماسك، لا، لما تقلبي كويس جدا كده هتلاقيها اتمسكت في بعض وبدأت تتشكل معاكي عجينة متماسكة لينة ومتماسكة كده. خلاص انا لميتها بالمعلقة، هبدأ بقى ايه انزل عليها كده بايديا ونتعامل. نعجنها كده، شايفين كده اهو اتمسكت معايا واتلمت كلها، شايفين، وسايبة البولة نظيفة. خلاص هجمعها كده على بعض واغطيها ببلاستيك راب، مش هحط عليها لا زيت ولا سمنه، هغطيها واسيبها بقى ساعه في مكان دافي لحد ما تختمر. وخلي بالنا السميد بياخد وقت شويه في الاختمار اكتر من الدقيق. هنجهز بقى معانا مكونات الحشوه. معانا نص كوبايه سميد نفس النوع اللي احنا استخدمناه، نص كوبايه سكر، ومعانا معلقتين 3 كبار جوز الهند، ودي اختياري. هننزل معهم كمان سوداني مجروش، الكمية بقى على حسب الرغبة، نص كوباية 3 معالق كبار ما يفرقش خالص، معلقتين قرفة، وده الطعم المميز جدا ليها، معلقتين كبار قرفة. وكمان معانا معلقة كاكاو، معلقة واحدة بس كاكاو عشان الحشوة تبقى غامقة، وكمان الكاكاو هيدينا مع السكر كده طعم الشوكولاتة. معلقة واحدة بس كاكاو. اقلب بقى كل الخلطة الحلوة دي كده مع بعض. هنا انا نقلتهم بس في بولة اوسع شوية عشان اعرف اقلبهم، وكمان عشان نعجن الحشوة مع بعض كويس. هبدأ بقى انزل عليها مية. هنا هبدأ الاول كده بمعلقتين مية كبار او 3 معالق كبار ونقلب. هنا اتعجنت بس محتاجة كمان شوية مية، هنزل كمان عليها بربع كوباية مية. احنا حطينا ربع الاول، هنزل بربع كمان. طبعا انا مش عايزاها عجينة سايلة خالص، انا عايزاها تبقى عجينة متماسكة بتتشكل كده عشان دي اللي هنفردها على عجينة الحجازية. هنا بعد ما سبناها ساعة في مكان دافي وخمرت، هنفتح بقى كده عليها.
دي العجينه يا جماعه، عجينه الحجازيه. هنا بناخد بقى العجينه معانا بنقسمها نصين، بس بنخلي نص اكبر من نص، حاجه بسيطه كده بالشكل ده. ادي نص وادي النص التاني. طبعا هي خمرانه زي ما قلت لكم، العجينه ما بيكون فيها سميد بتقعد وقت اطول لو كان فيها دقيق بس، ما تاخدش نفس المده بتاعه السميد. هنا جبت صينيه الومنيوم من صواني البسبوسه مقاس 26، دهنتها بالسمنه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، مدهونه طبقه كويسه من السمنه. ونفس الصينيه دي قست عليها ورقه زبده، بس خليت الاطراف اعلى منها شويه وقصتها دايره كده، تمام؟ عشان هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنا على ورقه الزبده هبدا كده زي ما احنا شايفين، هبدا افرد النص الاولاني اللي احنا قلنا هيكون اكبر شويه من النص التاني بالشكل ده كده. هاخده كده بالنشابه وادور الورقه كده اهو كده. نساوي العجينه كويس جدا، نمشي عليها كده بالمردنه بالراحه، بحيث نخليها كلها سمك واحد وتكون متساويه من جميع الجهات بالشكل ده. طبعا دي حاجه برده كده بالسنس بايدينا، المكان اللي نلاقي فيه خفيف ناخد من المكان اللي فيه عجينه كتيره ونحط عليه ونبطط عشان تبقى كلها سوا واحد بالشكل ده. هبدا بقى انقلها على الصينيه. هجيب الصينيه كده قدامي وابدا بالراحه جدا ابدا ادخلها جوه الصينيه. ونشيل الورقه عشان هنحتاجها تاني. هنا احنا عملنا لها حروف كده عاليه تبقى بعلو حرف الصينيه علشان الحشوه ما تخرجش بره. بعد ما فردت الحشوه وسويتها خالص، هبدا بقى اجيب النص التاني من العجينه على نفس ورقه الزبده، هنبدا نقفرد. هبدا احطها بعد ما اتفردت بقى، هبدا اقلبها على الحشوه، اغطي بيها الحشوه وارفع ورقه الزبده بالراحه جدا عشان ما تتقطعش مننا اهو بالشكل ده كده. وابدا اسكن الحروف، اقفلها على بعض، العجين اقفله على بعض عشان الحشوه ما تخرجش منه وتتحرق. هنا كده انا بسويها كويس جدا وبسكن الاطراف على بعض اهو بالشكل ده. هاجي بقى بشوكه معايا، هعمل بيها كده خطوط في الطول بسيطه كده، يعني مش خطوط غائره فيها لا، يا دوبك كده هحززها بس كده بالشوكه طول وعرض، تدينا شكل بس كده عشان لما تخرج من الفرن يبقى ليها شكل حلو. بعد ما عملنا خطوط طول كده هنبدا كمان بخطوط عرض كده بحرف الشوكه، حاجه بسيطه كده تدينا بس منظر. هبدا بقى بسكينه حاده كده، لازم نبدا نقطعها قبل ما تستوي. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا كده بقى بالورب ناخدها كده تقطيع بالشكل ده. بعد ما قطعناها بالسكينه كده وحددناها كويس، هبدا بقى معايا 3 معالق زبادي كبار، هبدا ادهن الوش بالزبادي، بس لازم احركه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات بالشكل ده كده. ونبدا ندهن بالراحه، طبعا ممكن ندهن لبن حليب، ممكن ندهن زبادي، الزبادي هيديها لون جميل جدا من على الوش. طبعا انا بسخن الفرن بقالي 10 دقايق على درجه حراره 180 والشبكه احطها في النص. بعد حوالي 25 دقيقة ل30 دقيقة هلاقي الأطراف احمرت كده، ولسه لو فوق لسه فاتح هبدأ أطفي من تحت وأشغل عليها الشواية، لو كلها احمرت يبقى تمام، لو ما احمرتش نطفي من تحت ونشغل الشواية. هنا بقى هندخلها على الفرن السخن لمدة 25 ل30 دقيقة ونشوفها بعد ما تخرج.
اول ما تخرج الصينيه الحجازيه القمر دي من الفرن لازم نسيبها تهدى خالص خالص، ما نقطعهاش ولا نيجي جنبها، وبعد ما تهدى نرجع نعيد عليها بالسكينه تقطيع علشان نقدر التحديدات اللي احنا كنا عاملينها عشان نعرف نطلعها. اوعي تطلعيها وهي سخنه عشان ما تتفتتش منك. ودي كانت طريقه الحجازيه معانا، يا رب يا رب دايما تعملوها وان شاء الله تطلع منكم احسن مننا بكتير. ما تنسيش ان الوصفه دايما عندنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.